في وجدانك أنا أقوى شيء حصل هو أنك استثمرت موهبتك ككاتب وكأديب لكي ترسم. وخلينا في البحيرة دائما نحكي عن البحيرة الطبرية، لأن بالنهاية أنت يعني استعدت طبرية عبر الكتابة. وهذا التعبير ديال نعومة التي كأنه جلد الغزال أو نعومة جلد الغزال، أنا لما رحت للطبرية أول مرة ألحت علي أو ألح علي شعر المتنبي أكيد، لأنه شعره في البحيرة لما مدح الأمير الذي بالضبط الذي ضرب بصوته الذي ضرب الأسد بصوته. وألح علي طبعا المسيح وهو يمشي فوق بحيرة طبرية أيضا طبعاً. وألح علي ثالثا هذا التشبيه البديع لك، حتى أنني أخذت صورة مع البحيرة وبعثتها لك عبر الفيسبوك. صحيح، لا صحيح، تحس يعني بأن هذا دور الكاتب. يعني يمكن أنا ذكرت لك مرة أنه سألني محمود درويش يعني لم يعد معنا، يعني بالبداية إحنا كنا ضد اتفاق أوسلو، ولكن لما أتيحت الفرصة للعودة إلى أرض الوطن لم نتردد. وبتذكر الأخ أبو عمار كان يقول عايزكم بأفكاركم، أنا عملت لكم اتفاق يعني عليه ملاحظات، بس إحنا عايزين نعمل له قراءة فلسطينية. يمكن هو كان قال لك لو عندك فيها 10 ملاحظات أنا عندي 100 ملاحظة. 100 ملاحظة ويعني كان في أسباب عديدة مش مجال نحكي فيها كثير بالسياسة. ولكن محمود بعد فترة، يمكن ذكرت لك هذا الكلام، بحثت عنه وجدته في باريس، فبقول لي وين تركتوني ونسيتوني؟ قلت له هينا بنتصل فيك شو؟ قال لي خجلان بنزل على الشارع بقولوا لي اصحاب الفرنسيين كل جماعتك في رام الله وغزه وجنين وكذا، شو بتعمل هون؟ قال لي سالني قال لي شفت البحيره؟ وبعرف انه البحيره ساكنه. طبعا. قال لي شو انطباعك في ذلك الحين 64؟ قلت له 46 عام من احتلالها لم يستطع الإسرائيليون أن يجروها من مكانها. فأيامها هو طلب مني أني أحكي مع الإخوة بالقيادة أنه بده يرجع، وفعلا محمود رجع. محمود مش متطرف ولكن وله رأي يعني، بس هو ما كانش حاب يدخل تحت راية أوسلو. بعدين دخل هو واقعي سياسيا، كان شخصا واقعيا، دخل وعاش في رام الله وأحبها وأصدر مجلة الكرمل من رام الله كما تعلم يعني. حتى الكربل يعني ظل في مكانه، ظلت الكرمل ظل في مكانه وانت زرته صحيح.